السلام عليكم شباب طلابي طلاب الصف الرابع العلمي، معكم أستاذ محمد مدرس الكيمياء. الفصل الثالث المعادلات والحسابات الكيميائية، المحاضرة الثانية. شباب راح نكمل موضوعنا اللي هو المعادلات والحسابات الكيميائية. أنت المطالب منك أنه دائما تحضر المحاضرة اللي قبلها حتى شنو، حتى تستوعب المحاضرة اللي بعدها. ولا أنت لو تظل تطفى بالمحاضرات، محاضرة تحضر، محاضرة ما تحضر، محاضرة تشوف، محاضرة ما تشوف، هذا الشيء ما راح يفيدك نهائيا. لازم تطلع على المحاضرة اللي فاتت دائما، خليك مستمر وياي. اوكي شباب، نكمل المحاضرة مالتنا. وصلنا للنقطة الرابعة شباب، اللي هي معرفة النسبة بين كتل المواد. معرفة النسبة بين كتل المواد، إذا أنا راح أطلع النسب بين إيش؟ بين الكتل مال المواد. زين، أني راح عرفت شلون اطلع نسبة يعني المادة الأولى على المادة الثانية، مو صحيح شباب؟ تمام. تبقى عندي مشكلة اللي هي شنو هي؟ كتل المادة. زين، الكتلة مال المادة شلون طريقة حسابها؟ شلون أوجدها؟ راح أوجدها باستخدام المعادلة الرياضية الآتية قدامي. شوف ضبط لي هذا القانون، ينضبط. الكتلة بوحدة الغرام اللي هو الماس، الام سمول معناته الماس بالإنجليزي، شو تساوي لك؟ تساوي لك الان اللي هو عدد المولات بوحدة المول، مضروبة بشنو؟ مضروبة في الام كابيتال واللي هي الكتلة المولية واللي وحدتها غرام على المول. اوكي شباب، هاي خليها ببالك انه الكتلة الماس شو تساوي لك؟ عدد المولات الان مضروبة في الكتلة المولية. زين شباب، فانت قبل ما تقدر تطلع النسبة لازم تطلع الكتلة، هذا الشيء منتهي منه. راح اروح هسه على المعادلة اللي أخذناها مال تحضير غاز الأمونيا، أوكي، وراح نشتغل عليها بالنسبة لشنو؟ بالنسبة لإيجاد الكتلة. شباب خلي هذا السؤال يمثل، يقول لك السؤال احسب كتلة كل من النيتروجين، الهيدروجين، وغاز الأموني. وغاز غاز يا شباب، وغاز الأمونيا اللي هو ال NH3 في معادلة تحضير، في معادلة تحضير غاز الأمونيا. أوكي، علما بأن الكتلة الذرية، علما بأن الكتلة الذرية لل نيتروجين تساوي لي 14. أوكي، والهيدروجين شو تساوي لك؟ 1. والهيدروجين شو تساوي لك؟ 1. اوكي، اذا هو مطيني شباب الكتله الذريه. هسه واحد ممكن يقول استاذ زين ليش مطيني الكتله الذريه؟ شنو السبب؟ ترى بس اقول لك شغله يا باباجي، بالسؤال ماكو شيء يذكر لك اياه ما بيه فايده، تمام؟ اي شيء ينذكر معناته له استخدام بالحل. اوكي زين، فهسه راح نجي على الحل. احنا نحل مثل ما افتهمنا انه هسه اني اذا اريد اطلع الكتله، تمام، الكتلة مالتي تقول، الكتلة مالتي الام، خلينا نقول على طلع حالي مال انتو بالبداية، الام مال انتو شو تساوي لي؟ تساوي لي الام عدد المولات مال ايش؟ مال انتو، مضروبة بشنو؟ مضروبة في الكتلة المولية مال ايش؟ مال انتو. زين، لو تيجي ترجع انت عدد المولات مطيك اياها، هي اكيد مطينيها. زين، منين مطينيها استاذ؟ دي يقول لك في معادله تحضير غاز الامونيا، فانت لازم تكتب المعادله قدامك اللي هي شو تقول؟ تقول ال N2 زائدا 3 H2 راح تعطيك 2 NH3. هاي معادله تحضير غاز الامونيا، انت لازم تضبطها. ليش؟ انت لو ما عارف المعادله ما راح تقدر تحل ابد، راح يقف حلك لهنا يعني. وهذا شيء مو صحيح. اوكي، انت تعرف انه قول لي هاي معادلة تحضير غاز الأمونيا، معلومات كلها واضحة قدامك. زين، سؤال
أنت تعرف هذا الرقم؟ مثل ما أخذنا سابقا، هذا الرقم شو يمثل لي؟ هذا الرقم شو يمثل؟ يمثل لي عدد شنو؟ يمثل لي عدد المولات، يمثل لي عدد الموازين. هذا لأن 2 ما قبل الرقم، معناته أنه عدد المولات إلى شقد؟ 1. قيمته شقد؟ 1. زين، أنت من هاي المعادلة راح تقدر تستخدم، راح تقدر توجد شيء، راح تقدر توجد شيء، واللي هو شنو هو؟ واللي هو أنه انت تطلع حسب مال انتو، الانتو كم ذا ايش قد عدد المولات اله؟ 1. زين، مضروبه، مضروبه بشنو؟ الكتله المواليه مال انتو. الكتله المواليه شباب اخذناها بالفصل الاول، شلون نطلعها؟ احنا قلنا القانون الام كابيتال شو يساوي لنا؟ الكتله المواليه يساوي مجموع الاوزان الذريه، مجموع الاوزان الذريه. زين، الانتو هو معطيك الكتله الذريه اله، الكتله الذريه مالته 14. زين، راح تضربها في ايش قد؟ 2. عدد الجزيئات اللي عندك شباب، اوكي، 2 في 14 ايش قد راح تطلع لك شباب؟ 28. مثل ما تعرف انه الوحده مال الكتله الموليه هي الغرام على المول، اوكي شباب. زين، انت لما طلعت لك هسه الكتله الموليه ايش راح تقدر تسوي بيها شباب؟ راح تقدر تعوضها، راح تقدر تخليها بالمعادله مالتك اللي هي وين؟ اللي هي هنا، راح تقول 1 في 28. بالنتيجة الواحد في 28 جيد راح يطلع لك شباب، يعني اتصور واضحة وضوح الشمس اللي هي شقد؟ 28. اذا هي هاي كتلة النيتروجين، هي هاي كتلة النيتروجين، اوكي شباب. زين، اوضح لك شيء ثاني، راح تكون وحدة غرام فقط. ليش؟ انا اقول لك ليش. انت هنا عندك عدد المولات لك ايش قد؟ 1 مول، 1 مول. زين، انت عندك هسه هاي الكتله الموليه الوحده مالت غرام على ايش؟ على المول. هذا المول راح يروح ويا هذا المول اللي عندي بينات عمليه ضرب. اختصار شباب، فراح يصف عندك بس الوزن مالتك بيا وحده بالغرام. وضح شباب؟ وتباعد راح تستمر حتى تطلع بقية الكتل. يعني خلينا ننتقل على كتلة الهيدروجين، هو السؤال واضح قدامنا، خلينا ننتقل لإيجاد كتلة الهيدروجين. انت لازم المعادلة مالتك ضابطها، لازم المعادلة مالتك كلش ضابطها، اللي هي شو تقول المعادلة مالتك؟ N2 زائدا 3 زائد 3 H2 راح تنطيك 2NH3. شباب ارجع واقول المعادله الاساسيه للحل، ما تعرف المعادله راح تيجي عليك السالفه، اوكي. هاي تنذكر دائما المعادله هو موضوعك، يعني اساس الحل مالتها هي، فلازم تنكتب في البدايه. زين، نرجع على السالفه مالتنا اللي هي شنو هي؟ ايجاد الكتله. انا ما راح اطلع راح اكتب، اوكي، راح اكتب لك اياها. الام مال H2 ايش راح تساوي لك؟ الان مال ال H2 مضروبه في الكتله المواليه مال ايش؟ مال ال H2. زين، انت الكتله انت مطلوب ايجادها، انت لازم توجدها. يعني من شو تساوي لك؟ عدد المولات مال غاز الهيدروجين، عدد المولات هنا ايش حبيبي؟ 3. نزلها في ال M مال H2 الكتله المواليه، راح اطلعها هسه. ال M مال ال H2 راح اصغرها شويه ال H2، لان لازم ال M كابيتال تصير. ال M مال H2 ايش راح تساوي لك؟ راح تساوي لك ايش قد عندك الكتله الذريه مال الهيدروجين؟ 1. الكتله الذريه ايش قد مال الهيدروجين مالتك؟ 1. مضروبه في ايش قد؟ مضروبه في 3، مضروبه في 3 قد راح تساوي لك؟ نكمل شباب. 1 في 3 قد راح يساوي لك أكيد يعني 3. لو نرجع للوحدة شباب، هذا الوحدة مالت شنو هي؟ مول، لأنه عندها عدد مولات وحتى مول. هذا شنو وحدته؟ وحدته غرام على مول. زين، لما راح تعوضها 3 غرام على مول ايش راح تساوي لك؟ 3 في 3 9. زين، التسعة قلنا المول ويا المول راح يروح؟ ايش قد يبقى لك؟ غرام.
طلعت لي الكتلة مال شنو؟ طلعت لي الكتلة مال غاز الهيدروجين. نحول أخير شيء واللي هو شنو، اللي هو غاز الأمونيا. راح أقول إنه اكو طالب راح يكتب لي بهاي الصوره، يقول استاذ انا بدل ما اكتب القانون قبل ما الكتله راح اوجد الكتله الموليه، الكتله الموليه لازم اطلعها. راح يقول استاذ الكتله الموليه مال ال NH3 ايش راح تساوي لي؟ انت احسبها، عندك ذره هاي ذره نيتروجين وثلاث ذرات هيدروجين، هاي ذره هاي ثلاث ذرات. راح يقول استاذ الواحد مال نيتروجين مضروبه في ايش قد؟ الكتله الذريه مالتها 14 تمام؟ زائدا 3 في 1 واضح يا شباب؟ اجمع لي اياها 14 زائدا 3 قد راح يساوي لك 17. زين الوحده مالته غرام على مول، الوحده مالته شنو؟ غرام على المول. زين راح اجي اكتب القانون مالتي هسه، اللي هو شو يقول القانون مالتي؟ الكتله مال ايش؟ مال نايترو، مال الغاز الامونيا اسف، ايش راح تساوي لك؟ راح تساوي لك ال ان اللي هو عدد المولات مال ايش؟ مال غاز الامونيا مضروبه في ايش قد؟ مضروبه في الكتله الموليه مال الغاز الامونيا كذلك. زين اذا الكتله مال ان اتش 3 مال غاز الامونيا ايش راح تساوي لك؟ عدد المولات، عدد المولات غير مال اتش 3 انت عندك 2 مضروبة، مضروبة في ايش قد؟ مضروبة في الكتلة المولية، الكتلة المولية مال مال غاز الأمونيا طلعت لنا 17 صحيح؟ تمام. نرجع نقول هاي الوحدة مالته مول، هذا الوحدة مالته غرام على مول. أبسطها تنكتب صورة ثانية، غرام على مول. أكتب لك هذا المول هنا لي فوق حتى يبين بالنسبة لك مول. فالمول راح يحذف ويا من؟ ويا المول. 2 في 17 34 غرام، هاي كتلة غاز الأمونيا، كتلة غاز الأمونيا. زين إذا قال لك احسب النسبة، النسبة بين كتلة غاز الأمونيا شو شو شاري يعني هسه؟ راح أقول لك احسب لي واجد لي نسبة كتلة الأمونيا إلى كتلة النيتروجين، نسبة الأمونيا أكيد غاز إلى نسبة الهيدروجين إلى نسبة الهيدروجين، نسبة الأمونيا نسبة الهيدروجين. إذا راح أقول بكل بساطة نسبة ماليش اللي فوق أكيد مال نيتروجين نسبة ال NH3 على اليمين على نسبة ال H تمام. بالنتيجة 34 غرام على اليمن على 28 غرام، سوري آسف شباب، على 6، على 6 غرام. أوكي زين إذا أريد أوجد نسبة، إذا أريد أوجد نسبة كتلة، نسبة كتلة الأمونيا إلى النيتروجين، الأمونيا اللي هي NH3 شباب آسف، نسبة كتلة الأمونيا إلى النيتروجين، إذا راح يساوي لك النسبة مال أمونيا جيت مال NH3 34 أكيد على اليمن على 28 غرام.